السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. قبل أن نبداو ماذا بكم اعطونا جيم كومونتير وشغلوا فعلوا الجرس. اليوم الحصة تاعنا وهي أوغندا وغينيا، وين يريدون اللعب بالمغرب ويضغطون على الكاف قبل مواجهة الجزائر. أوغندا اللي قالك خدمة الستاد تاعها ومنا منا، خاطش مازال ما عينوش وين تاني يلعبو الستاد اللي يلعبو فيه على حساب أوغندا. وغينيا صح، غينيا قبلولهم باش يلعبو في المغرب. حنا ماهيش مشكلة تاعنا، ما شوف هذه تاع المؤامرة ومؤامرة مؤامرة راهي انتزعت أمام موريتانيا. صحيح أنا اليوم نقول باللي مباراة أمام غينيا نفوزوا عليها وأمام أوغندا نفوز، هذه تاع مؤامرة. نحضروا بالمؤامرة وراهم داينا للمغرب باش يديرونا مؤامرة. هذه كاش من هذه، هذه غير زيادة. هذه كانوا يدافعوا على مدرب كان فاشل برك. مؤامرة الفار لاربيت تيرا السمش لامبا نقلعوا السمش لامبا نقلعوها. هذه هي بريشون السمش لامبا نقلعوها. وين يواجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف مشكلة جديدة على خلفية الأزمة الجزائر والمغرب، وذلك إثر الضغوطات التي تتعرض لها الهيئة الإفريقية بسبب الملاعب والتي ستجري عليها مباراة المنتخب الجزائري خارج يعني ميدانها في مختلف المسابقات وأبرزها تصفيات كأس العالم، في ظل عدم امتلاك الكثير من منتخبات ملاعب معتمدة لاستقبال منافسيها عليها. اي هنا في لافريك ما عندكش استاد ما تلعبش له قوي، ما عندكش استاد قوي عليك تلعب على غاب الغاشيه، ما عندك استاد قوي. ما هي هي اللي عندهم لي استاد تاع كاين 10 تاع اللي عندهم يكلفوا 10 يلعبوا بيناتهم يديروا تصفيات بيناتهم هي يفوتوا 10. ما عندكش استاد رياح نورمالمون كيما هكا، ما عندكش استاد رياح. هذه هي ما تغبر الغاشي ما والو. هذيك ستاد بيم هذيك ستاد قوي غادي كاع لك غاب الغاشي، علاه تغبروا الغاشي علاه؟ يا والله اللي عنده ستاد يلعب، اللي يستقبل في بلاده يلعب، واللي ما عندوش القوه تاع ما عندي ما ندير لك. هما هكا قوانين دوله، هذو الدول هذو التيم تاعتهم تصيب البترول تصيب الذهب تصيب الناس. ستاد تيره ماشي تعيق خدمه. فرنسا تدي 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 بالكف، تدي فرنسا الامريكان الانجليز كاع يدو كاع يدو يصبعوا لهم يدو لهم كلش ويعيشوا عندهم. ومن بعد مقبره لافريك، مقبره تاع المسؤولين لافريك، مقبره تاع المسؤولين. انا نقول لكم ما كاع مكاش هذي، ما عندي سطا تاع النيجر. النيجر مزويه فرنسا كومبلي، النيجر مزويه فرنسا كومبلي. هما ما عندهمش تريسيتي، مازالوا يشعلوا بالفتيله، ما عندهمش تريسيتي. زيد بزاف هذه أوغندا وهذه منا، أوغندا عايشين من هذه زونغلي دايرين كلش ما عندهم سطاد. هذه غينيا فانيك، فرنسا متزوجة بيهم فانيك ما عندهمش سطاد. وينك ما عندك سطاد رياح، ما عندك سطاد ما تلعبش ما تغبش الغاشي. هذه هي. وتضم المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 كل من الجزائر موزمبيق أوغندا وغينيا وبوتسوانا والصومال. ويتصدر المنتخب محاربين الصحراء برصيد 6 نقاط من انتصارين على الصومال والموزمبيق. وشهد النصف النهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أزمة يعني أزمة شديدة بين الفريق نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري بسبب يعني بأسباب يعني سياسية، إذ أن يعني إذ لم تجري مباراة الذهاب والإياب يوم 21 و 28 أبريل بسبب رفض الطرف الجزائري أن يخوض بركان المواجهة. وتسببت هذه الأزمة في إعلان الاتحاد الإفريقي فريق اتحاد العاصمة الخاسر بنتيجة يعني ذهاب وإياب بستة في مباراة الذهاب والإياب، مع إحالة ملف القضية على لجنة الانضباط للنظر في إمكانية
فرض عقوبات إضافية على الفريق الجزائري، ووصلت القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس، والتي لجأ إليها الطرف الجزائري للدفاع عن موقفه. وألقت أزمة المغرب والجزائر بظلالها على مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، إذ علم الموقع من مصادر في الاتحاد الإفريقي بأن منتخب أوغندا الذي سيواجه نظيره الجزائري في الجولة الرابعة من تصفيات مونديالية يضغط على الكاف قصد اعتماد ملعبه الجديد نيلسون مانديلا لاستقبال منافسه فيه وأولهم الجزائر. وأضاف ذات مصدر بأن الاتحاد أوغندا طلب اعتماد ملعب في أقرب وقت لبرمجة مباراته مع محاربين على أرضية ميدانه في شهر جوان المقبل، موضح بأنه سيضطر لاستقبال الجزائر على أحد الملاعب المغرب في حال لم يتم اعتماد ملعبه، وهو ما سبب إزعاج للكاف الذي لا يرغب بهذا الطرح كونه يريد تفادي تفاقم الأزمة بين المغرب والجزائر. وحسب المصادر فإن الكاف الذي يسعى لحل هذه المشكلة في الفترة القادمة وسجل بعض التحفظات على ملعب أوغندا الجديد، واشترط تطبيق اختبارين عليه للتأكيد من جاهزيته، لكنه خلص إلى أنه لا يستوفي حاليا الشروط سلامة وأمن والتي تضمن إجراء المباريات في ظروف جيدة بسبب عدم اكتمال بعض التجهيزات والمرافق الملعب. لكن هيئة الإفريقية قررت إفادة اللجنة عنها في قادم الأيام لتفقد الملعب المجدد وبحث إمكانية اعتماده. وأضاف أنه في حال عدم اعتماد الملعب أوغندا الجديد فإن المباراة هذا المنتخب ستنقل خارج البلاد، مشير إلى أن الاتحاد الأوغندي يروج احتمال استقبال في المغرب، كما قدم خيار آخر وهو الملعب في مدينة دار السلام بتنزانيا، بينما يرفض الاتحاد الجزائري جملة وتفاصيل فكرة اللعب في المغرب. غينيا تقرر استقبال منافسها في المغرب أيضا وفي سياق متصل، فإن حتى المنتخب الغيني الغيني الذي يعد أحد منافسي الجزائر في تصفيات المونديال قرر استقبال خصومه في مختلف المسابقات في المغرب بسبب اعتماد أي ملاعبه من طرف الاتحاد الإفريقي. وقال مصدر بأن الاتحاد الغيني وعد الاتحادات الإفريقية وقعت اتفاقية في هذا الإطار مع الاتحاد كرة القدم المغربية لاستخدام ملعب المغرب في استقبال منافسهم. ومن بالرغم من أن موعد المباراة الإياب بين غينيا والجزائر في التصفيات المونديالية يظل بعيد كون اللقاء سيجري في شهر سبتمبر من عام 2025، لأن قرار استقبال منافسه في المغرب تحول أيضا إلى مصدر إزعاج للاتحاد الإفريقي الذي لا يرغب في تعميق الأزمة المغرب والجزائر أكثر، إذ يسعى الكاف لإيجاد حلول موضوعية وتفادي تورطه في مشكلة جديدة. واش غادي يقولوا حنايا على اللعب وما يلعبوا؟ هذه هي ويميل بمصحتهم. ويميل بمصحتهم خويا. بس أنا جاي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ما تنساوش هانيك شغلوا الجرس، تشغيل الجرس، تفعيل الجرس، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم.